مع إطلاق مدينة بيروت الرقمية يعول لبنان على تفعيل قطاع الاتصالات والمعلوماتية ليكون جاذبا للاستثمار ومحفزا للنمو، وهو يعتبر أن الركائز الأساسية لذلك موجودة ولا سيما الأيدي العاملة المتخصصة. هون عم نحكي عن 5000 متر فتحناهم والشركات استأجروهم وبلش البيروت ديستريكت بلش الحياة تنبض فيه. هلا نحن كل سنة عن سنة رح يزيد 10000 متر وبعدين 10000 متر وغير بالاخر بيصير 40000 متر وممكن يتوسع بعد. فالمشروع بلش وفي طلب اكثر من ما في عرض. عدد المشتركين. واطلق لبنان اول بث حي على تقنيه 4G الذي من المقرر ان يبدا العمل به في شهر ابريل من العام المقبل. اما تقنيه الجيل الثالث فقد ارتفع عدد المشتركين من 300000 الى حوالي مليون في غضون اشهر. ما كنا مدعوين هالقبال، مشان هيك واجهنا بعض الصعوبات بالبدايه من ناحيه نتورك دايمنشنينج تبعنا، بس لحقنا حالنا بسرعه وصرنا ماشيين مع الترند هلا بالبلد. يعني عندنا كاباسيتي قد ما لازم واكثر، واقبال عم يصير بشكل شهري، يعني بشكل ما عم بيوقف. ويسعى المسؤولون لتخفيض تعرفة الاتصالات التي تظل مرتفعة مقارنة مع دول المنطقة، لكن الرسوم التي تفرضها الدولة على فاتورة الاتصال تظل عائقا أمام تحقيق ذلك، فتحصل الدولة مليار و500 مليون دولار كضرائب على الاتصال سنويا. نحن عم ندفع فاتورة اتصالات أغلى من غير بلدان، لأنه نحن ورطنا تركة إيلي اللي هي 60 مليار دولار دين و3 مليارات ونص دولار سنويا فوائد. هذه الفوائد كيف عم ندفعها؟ ضريبة على القيمة المضافة وضريبة غير مباشرة على الاتصالات. يسعى لبنان لأن يكون منصة إقليمية متقدمة للاستثمار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، لكن المسؤولين يدركون أن الأمر يحتاج أكثر من بنية تحتية متقدمة، فالاستقرار السياسي هو الذي يشجع في النهاية على الاستثمار. جيهان المصري، CNBC عربية، بيروت.